نظرا لانك رائده في مجال تاديب الازواج اللي عينيهم زيغه وتتدب فيها رصاصه، ولانك حققتي نتائج هايله في هذا المجال، فالشله كلها باين كده والله اعلم قربت تتعدي منك. كل واحده منهم قررت تجيب سبوره في البيت وتقعد تفكر وتتكتك ازاي تعمل اللي ما يتعملش في جوزها وتطلع القديم والجديد عليه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ في جديد؟ لا مفيش جديد، بس احنا بصراحه حطيناهم في دماغنا وفضينا لهم. وانت كمان يا ايناس؟ انا بقى قاعده على كتب القانون ليل نهار، وقدامي ملف كل واحده فيكم، هخلي جوزكم يقولوا حقي برقبتي، اما المحروس جوزي بقى مهضبه له حته قضيه. لا 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 يا جماعه، بصراحه احنا زودناها قوي. انا ما انكرش ان كنت منفعله شويه واني كنت مصدومه صدمه كبيره، ويمكن لسه مصدومه، لكن ايه؟ اسمعوا يا بنات، من التي تتكلم؟ انا اصلا لما انغمست في شغلي وهديت شفت المساله من بعيد. انا ما انكرش اني بحب ادهم، وعمري ما حبيت حد تاني غيره، ويمكن لو ادهم معايا وعندي نفس الهدف اللي عندي دلوقتي يمكن ما كانش سابني ومشي. انا كنت ست بيت قاعده منعزله، ما اعرفش اي حاجه عن العالم الخارجي اللي بيحصل بره بيتي. دي مساله خاصه جدا، لكن انتوا اختلفتوا من البدايه. المشاكل فضلت تكبر لغايه ما وصلتكم لقرار الانفصال، الطلاق. انا رايي ان كل واحده فيكم تبدا حياه جديده مع حد تاني، اساسها التفاهم من البدايه. لا 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 لا، يبقى في اخبار جديده. الكلام ده جديد يا اخوانا. هو ايه اللي حصل؟ هو كلمك؟ اتصل بيكي؟ لا والله، لا كلمني ولا اتصل بيا ولا اي حاجه. اللي حصل الاسبوع ده خلاني احس اني على ذمه راجل بحبه مهما عمل، واني بحمل اسمه ولازم احافظ عليه. لا 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 لا، مش هو ده السبب. هتحكي ولا لا؟ حصل لي الاسبوع ده موقفين في منتهى الغرابه. اتنين طلبوني للجواز في اسبوع واحد، والاتنين محترمين جدا وعلى مستوى ثقافي عالي ومراكزهم كويسه. اول مره حد يحسسني اني لسه بحب ادهم. ما قدرتش اتصور نفسي زوجه لحد تاني غيره. وش معنى هو قدر يتصور نفسه؟ نزوة، كلام فاضي، حالة بيعيشها. أنا متأكدة إن البيت ده هيرجع زي زمان وأحلى، وعليه أصدرت فرمان على الشلة كلها بوقف إطلاق النار والبدء في المفاوضات فورا. يا سلام، مين بقى اللي المفروض إنه يبدأ بالمفاوضات؟ أهو سؤالك ده هو سبب فشل كل المفاوضات. مش مهم مين اللي يبدأ، المهم الوصول للهدف اللي احنا عايزينه. هو لسه جوزي وانا لسه مراته، ما اتطلقناش. انا هبدأ بالهجوم، لازم يشوفني. البعيد عن العين بعيد عن القلب زي ما بيقولوا. انا هدخل المعركة بشرف، انا ورولا وجها لوجه، ونشوف بقى مين اللي هتكسب. انا بقى السبب في التحول ده طبعا يا ستي، ما انت بقيتي زي القمر. لا والله يا جاكلين، مش مسألة شكل، مسألة احساس بنفسك وباللي حواليكي. يعني انا دلوقتي اقدر ادي ادهم حاجات ما كنتش اقدر اديها له زمان. يعني تعرفي تعملي زي رولا؟ رولا مين؟ واكتر من رولا كمان، ده جوزي. وبعدين انا ليا عنده رصيد، ليا تاريخ. المعركه الجايه فيس تو فيس. كده بقى نقول لك الوداع. يلا يا بنات، يلا يا ياسمين، يلا يا جماعه. عليكم بالعكس، انتوا غيرتوني، وجودكم في حياتي بقى شيء ضروري وحتمي. يعني لو كنتوا صاحباتي من زمان ما كانش ده حصل. يعني مثلا لما جت رولا تركب معاه عشان يوصلها ما كانش لازم انزل واسيبه. يعني ناوي على ايه؟ هتروحي له ولا هتكلميه ولا هتعملي ايه؟ مش عارفه، هخلي قلبي ومشاعري هما اللي يقودوني. وانتوا بقى بطلوا شغل المؤامرات بتاعكوا ده. اللي حاسه ان جوزها مفيش منه امل تنساه، واللي حاسه انها بتحب جوزها وان جوزها لسه بيحبها ما تفرطش فيه، تروح له وتكلمه. سينات وحشتني، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي كده برضو يا ادهم. تقعد الشهور دي كلها ما تسألش عليا، خلاص نسيتني.
أنا عمري ما انساك يا زينت. طب ورولا؟ غلطة. وأنا خلاص سمعتك. بس تعالي هنا قوليلي، إيه اللي عملتيه في نفسك ده؟ اتحلويتي قوي يا زوزو. عشان عجبك. أنت طول عمرك عجباني. مرسي يا أدهم، مرسي. ربنا يخليك ليا وربنا. Good morning, Mila. صباح الخير يا مستورة. Somebody wants to meet you. Okay. Give him a drink and I'm coming. صباح الخير. صباح الخير يا حنين. ابو لفا محامي ادهم بيه. خير. قبل اي كلام، هم ثلاث اعتذارات. اسف لاني جاي من غير ميعاد، اسف لان الميعاد نفسه مش مناسب، جاي بدري بس قلت الحق حضرتك قبل ما تروحي كده ولا كده. ثالثا اسف لان المهمه نفسها. ما تتكلم يا استاذ ابو لفا. في الحقيقه انا جاي في مهمه مش لطيفه خالص. ادهم بيه حس ان الوضع الحالي فيه ظلم كبير قوي لحضرتك، ولذلك قرر ان الانفصال بينكم يكون بشكل رسمي، بحيث يديك الحق في اختيار حياتك اللي جايه.